هنتكلم النهارده ان شاء الله على موضوع ال NFS سيرفر وال NFS كلاينت. تمام. ال NFS باختصار نتورك فايل سيرفر، ده واحد من السيرفز اللي بتستخدم عشان تشير الفايلز بين لينكس ويونكس. تمام. لسنين كتيره جدا ال NFS ما كانش سبورتد على مايكروسوفت. مايكروسوفت فوند سيرفر 2012 على ما افتكر او 2008 بداوا ينزلوا سبورت لل NFS. يعني بس ما شفتش حتى الان حد في برودكشن انفايرمنت مشغل NFS على ويندوز. تمام. فهو عاده NFS اشهر فايل سيستم او اشهر نتورك فايل سيستم موجود في الداتا سنتر حاليا، بيستخدم عشان يشير الملفات. تمام. لو حد يجي يشتغل في موير هيلاقي ان يعني الديبلويمنت بتاع NFS كتيره جدا في الداتا سنتر. يعني برضو نفس الحكايه كي في ام، هيلاقي غالبا ال في امز تبقى شيرد او هوستد على ستورج، والشيرنج بتاع الفايلز حاجه من ثلاثه، يا اما فايبر شانل يا اما ايس كازي يا اما بيكون NFS. تمام كده. واحده من اكبر المشاكل اللي كانت موجوده مع ال NFS ان مفيش فيه هاي افيلابيليتي. تمام كده. الهاي افيلابيليتي بتاعته كانت قليله بشكل كبير جدا. فكان لو انت الموضوع عندك سيرفر وكلاينت موجود، الكلاينت بيكونكت على السيرفر عشان يعمل ريد او رايت للديتا اللي موجوده عليه. خلاص. فلو السيرفر ده وقع او اللينك نفسه فصل، مع السلامه، كده الكونكشن بتاعك فصل. عشان يحلوا المشكله دي بداوا يفكروا في حلول ليها. حرفيا بداوا يعملوا امبلمنتيشن زي بارلل NFS PNFS، حاليا شغاله كمان، يعني شفتها ديبلويد في 2 داتا سنتر حتى الان. ماشي. ما علينا، هنتكلم النهارده على البيزك NFS، مش هنتكلم على بارلل NFS ولا NFS جنيشه، حاجه اسمها جنيشه امبلمنتيشن كده ال NFS كمان عشان الهاي افيلابيليتي بتاعته. بس خلينا نتكلم على البيزكس النهارده، ان شاء الله في التراك الرابع نحاول نظبط الموضوع دواني. طيب. كلام جميل. زي ما احنا متعودين، اول حاجه عندك تعملها تتاكد برضو عندنا نفس المكنه اللي هي شغالين معاها بقى لنا كام يوم اهي، هنحاول نشوف ال NFS انستولد ولا لا. لو جيت كده عملت يام سيرش NFS، الباكج اسمها NFS داش يوتيلز. تعال عشان ما نعذبش نفسنا، نعمل بايب كده وناخد الكلام ده على الليس. الباكج اسمها NFS يوتيلز اهي. الباكج دي هتديك ال NFS او هتديك السبورت للكلاينت والسيرفر مع بعض، الاثنين مع بعض، مش كده؟ فلو انت عايز تنستول او انت عايز تاخد سبورت للكلاينت NFS كلاينت هتنستول الباكج دي، ولو انت عايز NFS سيرفر هتاخد الباكج دي. طبعا مش عايز اقول لك، او الموضوع يعني اعتقد ان هو واضح ان NFS بما انه موجود من زمان جدا، فال NFS سبورت بتاعه موجود في الكيرنل. تمام كده. زي الايس كازي بالظبط، لما كنا اتكلمنا على ال اي او امبلمنتيشن واتكلمنا على الايس كازي من كام يوم، فالايس كازي ال اي او بقت جزء او امبلمنتيشن بتاعتها موجوده في الكيرنل. ماشي. برضو نفس الحكايه عندنا. طيب كلام جميل. تعال نتاكد ان هو اصلا موجود عندنا ار بي ام داش كيو اي. ها، هل موجود؟ لا مش موجود. معنى كده ان انا محتاج انستول الباكج دي عندي. اهي. وبرده نفس الحكايه محتاج اعملها فين؟ عند الكلاينت. اتعمل له انستول، ده شيء ممتاز. وادي الكلاينت كمان. بالمناسبه يعني عشان نكون عشان ما ننساش، اللي NFS اتعمل له اول امبلمنتيشن اتعملت له عن طريق شركه سن مايكرو سيستمز الله يرحمها. يعني لو انتوا فاكرين شركه سن، الشركه اللي عملت الجافا وبعد كده جت اوراكل اشترتها، موتت كل حاجه تقريبا الشركه دي عملتها. تعال نرجع كده بسرعه نبص بقى كده على التكست عندنا.
تمام. ال ان اف اس الامبلمنتيشن بتاعته زي ما قلنا عباره عن سيرفر موجود، والسيرفر ده ايه؟ ها الكلاينت بيكونكت عليه عشان ياكسسوا الداتا، تمام كده؟ ادي ان اف اس سيرفر عندي اهون خلاص، والكلاينتس بقوا موجودين هنا. الكلاينتس دول ممكن يكونوا سيرفرات تانية، ممكن يكونوا ورك ستيشنز، ممكن يكون ديسكتوب كلاينتس عاديين خالص. هيكونكت على السيرفر هنا. طيب ال ان اف اس بيلسن على بورت كام؟ الحقيقه ان ان اف اس لما اتعمل من زمان ما كانش فيه ديديكيتد بورت شغال عليه، يعني ما تقدرش تقول لي انا هشتغل النهارده على بورت رقم اكس ولا بورت رقم واي. خلاص ال ان اف اس بطبيعته كان مش ال ان اف اس بس، كان في حاجه اسمها ال ان اف اس اللي احنا شغالين نشتغل عليه النهارده، وكان في بعض السيرفيس الثانيه زي ال ان اي اس نتورك انفورميشن سيرفر. ده كان اول سنترلايزد اوثنتيكيشن سيستم، او من اوائل السنترلايزد اوثنتيكيشن سيستمز اللي اتعملوا. خلاص كلهم كده، شويه حاجات كمان كده كانوا بيعتمدوا على سيرفيس اسمها بورت ماب. ايه بورت ماب دي؟ بورت ماب دي عباره عن سيرفيس كانت موجوده الكلاينت، او اسف لما تيجي تشغل السيرفيس بورت ماب دي كده بتحاول تشوف اي بورت فاضي وتحجزه للسيرفيس دي وترن السيرفيس عليها، تمام؟ هتقول لي ايه يا عم العشوائيه دي؟ طب والكلاينت لما بيجي يكونكت، الكلاينت لما بيجي يكونكت هيعرف هو السيرفيس دي شغاله على بورت اكس دلوقتي ازاي، ولا بورت واي ازاي، ولا بورت زد ازاي؟ هقول لك لا، الكلاينت بيكومينيكيت، او الكلاينت والسيرفر بيكون عليهم حاجه اسمها ار بي سي بند. ايه الار بي سي دي؟ الار بي سي اختصار لريموت بروسيجرز كول. ريموت بروسيجر كول ايه اللي بيحصل؟ الكلاينت بيحاول يبعت ار بي سي ريكويست للسيرفر الاول. ها سيرفر صباح الخير، ماشي؟ وبيحول الاثنين يكلموا بعض كده يسالوا ايه البورت اللي شغال عليه ال ان اف اس، ويعرف ال ان اف اس او ال ان اي اس او غيرهم كان معمل لهم ماب لانهي بورتس، واوتوماتيك يكونكت على البورت ده. وصلت كده؟ بس خليك فاكر كانت المشكله الحقيقيه دايما ان ايه؟ ان البورتس بتحجز للسيرفيس دي بتبقى دايما عشوائيه، عشان كده كان صعب جدا ان انت ايه تحط فاير وول رول تقول له اسمح بايه، اسمح للسيرفيس دي. دايما خليك فاكر الفاير وول دايما الرولز اللي بتبقى معاه بتبقى غالبا ستاتيك رولز، فالموضوع بقى شاق جدا ومتعب جدا. فانت ممكن دورك يكون سيستم ادمن ان انت ايه تقول ان اف اس لا وقف الكلام الهبل ده كله واشتغل على ستاتيك بورت عشان اقدر ايه اظبط الفاير وول عندي، ماشي كده؟ طيب كلام جميل. تعالى كده ايه نبص على الكونفيجريشن بتاع السيرفر. الكونفيجريشن بتاع السيرفر او ال ان اف اس سيرفر بسيط جدا، واحد من اسهل الكونفيجريشن هتشوفه في حياتك. هو ملف واحد بس، والملف ده موجود في اي تي سي واسمه اكسبورتس، بس كده شكرا. الملف ده لو فتحته هتلاقيه فاضي باي ديفولت، مش هتلاقي فيه اي حاجه، لان باي ديفولت السيرفر بتاعك مش بيكسبورت اي حاجه. طيب كلام جميل. طب انا عايز اكسبورت اي حاجه، او ان انا عايز اشير دايركتري او اشير فولدر، الفولدر ده الكلاينتس يقدروا ايه ياكسسوه ويحطوا عليه داتا ويقرا منه داتا وهكذا يعيشوا حياتهم. هتعمل ايه؟ والله اعمل دايركتري جديده سميها مثلا سلاش داتا. خلاص هتحطها نفس زي ما انت بتكتب كده بالظبط، هتكتبها في الملف وتقول له انت هتشيرها ببرميشنز ايه. ممكن تشيرها كده ببرميشن ريد اونلي، او ممكن تشيرها يا عم ببرميشن ريد رايت عندك. خلاص تعالى كده نبدا نجرب، وبعد كده تعالى نبص على الاوبشنز اللي هكلمك عليها، لان في سبيشال اوبشنز موجوده معاه. تعالى كده نجرب. تعالى نروح عند السيرفر الاول، سيستم كنترول ستاتس ان اف اس nfs.service. ها يا عم قال لك ال nfs ماله؟ ها ديسيبل وايه كمان؟ inactive. طيب كلام جميل، هقول له كده system control enable nfs system control restart nfs system control status كمان مرة كده ال NFS. ها اب ولا لا؟
بقى ايه دلوقتي؟ ان اف اس بقى ماله؟ بقى اكتف دلوقتي، تمام كده؟ طيب لو حبيت تشوف البورز اللي ان اف اس شغال عليها دلوقتي، netstat داش ان تي ال بي، بص لي عندي كده شغال باي ديفولت على بورت كام؟ ها 2049، شايف؟ وهتلاقي دايما عندك الار بي سي سيرفيس شغال، بص من غير ما تقرب هتلاقي الار بي سي كده ومعاه شويه سيرفيس خاصه بيها كمان اشتغلت من غير ما تلمسها اساسا، ماشي؟ اهو هي السطر ده بس ار بي سي ماونت دي، وايه تاني؟ والار بي سي ستيت دي اهي. بمناسبه الار بي سي بتلسن على بورت 111، الار بي سي دايما بتشغل على بورت 111، خلاص؟ اللي هي البورت ماب بتاعتك. طيب كلام جميل. ايه تاني؟ تعال نروح كده الملف ام كي داير كده سلاش داتا، وتعال نروح لملف الاكسبورتس. قد الملف فاضي مفيش في اي حاجه خالص، تعال نشير الكلام ده جواه. اقول له انا عايز شير سلاش داتا، وهشيرها. ممكن تقول له كده ريد اونلي ولا ريد رايت ولا ايه بالظبط؟ هو بس قبل ما تعمل اي حاجه ال NFS بيطلب منك تقول له انت هتشير الكلام ده لمين؟ تاني؟ يعني انت مش هتشيرها كده ريد رايت وخلاص لاي حد في الدنيا؟ لا، انت لازم تقول له انت هتشير الكلام ده لمين؟ طب هتشير الكلام ده لمين؟ تحط الكلام ده فين يا عم؟ قال لك في الاول هنا كده. والله لو عايز تشيرها لاي حد ممكن تقول له كده استريك. استريك معناها شيرها لاي نتورك. لو عايز تشيرها لنتورك معينه ها حط له السبنت بتاعتها هنا. يعني ايه؟ يعني لو المفروض الكونفجريشن بتاعنا كان يبقى كده، لازم تقول له انت هتشير ايه؟ اهو المفروض تقول له هنا قبل قبل ما تشير برميشن معينه المفروض تقول له في الاول هنا كده هتشيره لمين بالظبط. وهنا ممكن تكون الفاليوز او الفاليد فاليوز كالتالي، الفاليد فاليوز كالتالي استريك. استريك معناها يعني اني نتورك بكل بساطه. طب لو عايز تشيرها لنتورك معينه ممكن تشيرها كده مثلا لنتورك وليكن 192.168.0.0/16، خلاص؟ في الجزء اللي هنا ده ممكن ايه تحط نتورك كامله، ممكن تحط هوست واحد، ممكن تحط هوست سواء بالاي بي بتاعه او ممكن تحطه بالاسم بتاعه وليكن سيرفر او كلاينت دوت مصطفى دوت كوم، الدومين كامل. يبقى ممكن تحطه بالسيرفر بالسيرفر نيم او ها الدومين كامل. ممكن تقول له كمان للدومين كامل بالشكل ده، خلاص؟ وبعد ما تحط له هتشير لمين اهون كله كده على بعضه، تقول له هتشيره بيرميشن ايه. تعالى كده نجرب. احنا هنا بنشير لاي حد، تعال نجرب لما نشير لاي حد ايه اللي هيحصل، وتعالى بعد كده نجرب لما ايه لما نريستريكت الاكسس دول. تعالى نجرب الحالتين الاثنين. تعالى كده رايت وكويت. بعد ما خلصت الاكسبورت المفروض تعمل ايه؟ ها ها حد يجاوب. بعد ما خلصت الاكسبورت المفروض تعمل ايه؟ ريستارت السيرفيس. عمليه ريستارت السيرفيس هنا هيبقى قرار سيء جدا، قرار مش قرار خاطئ، ده قرار انتحاري. عارف ليه؟ لان تخيل انا كنت بشير دايركتوري قبل كده اسمها سلاش اوراكل وضفت دايركتوري جديده. عارف لو عملت ريستارت للسيرفيس ايه اللي حصل؟ انت كل الاكسس اللي كان موجود قبل كده مع السلامه. فممكن تعمل حركه تانية اصيع، ممكن تقول له كده اكسبورت اف اس داش ار. ده الامر ده او اكسبورت اف اس داش ار ده هيخلي ال ان اف اس ايه يرفرش يشوف ايه اللي اتضاف للاكسبورتس او ايه اللي اتشال منه بالظبط، كانك عملت ريلود بالظبط. ممكن تفهمها بحاجه زي كده.
ماشي. طيب بالنسبه للكلاينت يا عم، الكلاينت هيعمل ايه؟ الكلاينت ممكن يتاكد الاول السيرفر ده هل تقدر تاكسس وفي حاجه ممكن تشوفها منه ولا لا. ممكن يقول له كده show mount dash e والاي بي بتاع السيرفر كان 192.168.21.133. بص لي كده ايه اللي حصل. قال لك بورت مابر فيلير لان انا مش قادر اتكلم ها مع السيرفر. ده معناه ان الفاير وول بيعمل ايه هنا؟ خلاص انت كده واضح جدا للعمى، يعني بيقول لك انا مش قادر اتكلم مع البورت ماب سيرفيس. خلاص الار بي سي مفيش ار بي سي كوميونيكيشن، معناها ايه؟ ان بكل بساطه ان الفاير وول بيبلوك الكونكشن ده. طيب المفروض اعمل ايه؟ فاير وول سي ام دي داش داش اد سيرفيس، المفروض اقول له ايه؟ تعال كده نشوف البري كونفيجرد سيرفيس عندك ما شاء الله. يعني بص لي كده، تعال نكبر دي شوية بقى بدل العذاب ده. يا غلس اهو، بص لي كده، ادي السيرفيس اللي موجوده عندك هنا كلها اهي 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 اهي. اهي ادي كل السيرفيس. تفتكر انهي سيرفيس من دول المفروض تعمل لها الاو هنا؟ اضرب بعينيك كده وبص كده بسرعه، شوف ايه المفروض تعمل له الاو هنا. NFS. طيب تعال كده نجرب نضيف ال NFS، وتعال كمان نخليها permanent داش داش permanent. تعال مرة ثانية كده عند الكلاينت، تعال نجرب مرة ثانية. بصوا لي ايه اللي حصل. ال NFS مش كفاية كده، ال NFS معناه انها مش كفاية، المفروض ايه كمان؟ ها الار بي سي بايند هنا. تعالى كده نجرب المره دي. المره دي الموضوع اختلف، المره دي الموضوع اختلف. شو ماونت داش اي قال لك اني ايبل تو ريسيف ايرور نمبر نو راوت تو هوست. طيب معنى كده ان المره دي ايه اللي حصل؟ ان البورت ماب قادر يتكلم معاه او البورت ماب سيرفيس شغاله. طيب كلام جميل، برضو عايزين ناكد الموضوع. تعالى هنا كده ونخليها بيرمننت. خلصنا. عايز تاكد سيستم كنترول ستوب فاير وول دي، نجرب كده. قال لا اشتغل اهو. طب تعالى ستارت فاير وول دي مره ثانيه. قال لا معنى كده ان لسه في حاجه ناقصه، لسه في حاجه ناقصه صح؟ طيب تعالى كده، تعال نضيف دي كده. اشتغل المره دي. ايه ده ايه ده يا عم، اشتغل لما ضفت سيرفيس اسمها ماونت دي. قال لا ليه ليه الكلام دوت. خليك فاكر دايما ان الار بي سي مش سيرفيس واحده، الار بي سي دي طريقه بس للكوميونيكيشن عشان يقدر يشوف البورتات اللي السيرفيس شغاله عليها.
مع ال NFS هتحتاج تنيبل ال RPC bind عشان الكلاينت يقدر يديسكفر السيرفر. مش كده وبس، عشان الكلاينت يقدر يشوف الحاجات اللي معمول لها اكسبورت، محتاج الماونت دي او ال RPC ماونت دي سيرفيس تكون اكسسبل، زائد محتاج ال NFS سيرفيس نفسها تكون اكسسبل. خليك دايما فاكر الحكايه دي، المفروض بعد كده تعمل ده وتخليه كده بيرمننت. ماشي، خليك دايما فاكر الحكايه دي. تمام، ها، خليك دايما فاكر ان باي ديفولت ال NFS بي ايه، بي الوكيت دايناميك بورتس بيزد على البورت ماب، والمورت البورت ماب نفسها او ال NFS عشان يشتغل محتاج اكتر من سيرفيس. يعني لو انت بصيت عندي كده سيستم كنترول ستاتس NFS، بص كده ال NFS معاه كام سيرفيس لوحده، ال NFS معاه سيرفيس اسمها ماونت دي، يا كمان NFS ماونت دي عشان الكلاينت يقدر يعني يشوف او يشوف الاكسبورت اللي موجود من السيرفر او يقدر يعمل له ماونت، محتاج يقدر يوصل للسيرفيس دي، زائد الفايل شير سيرفيس نفسها اللي هي اسمها NFS. دي الاثنين دول، ها وضحت؟ حد عنده اي مشكلة كده؟ طيب كلام جميل، تعالى كده بقى الماونت. لو حبيت ماونت من عند السيرفر ممكن اقوله كده ماونت داش تي ان اف اس من 192.168.133.133/(.data) هبقى ماونت الكلام ده عندي في سلاش ام ان تي او في سلاش اس ار في دي اف داش اتش. ها اتعمل له ماونت، قدرت اعمل له ماونت كده تمام. ها حد عنده اي مشكله؟ كلام جميل. طيب نرجع مرة تانية، تعال نعمل له unmount. ارجع هنا للسيرفر، تعالى يا عم نرجع لملف الايه؟ الاكسبورتس. المرة دي انا هقول له هشير للنتورك دي. هشير ل 192.168.1.1، هشير للجهاز ده بس، بس خلاص. وتعالى هنا كده اقول له export fs-r، بعدها هنا تعالى كده نعمل show mount داش e. قال لك دلوقتي الاكسبورت ليست بتاعتي انا بشير الدايركتوري دي للجهاز ده بس. طب تعالى كده احاول اعمل mount، بص كده ايه اللي حصل. ها قال لك access denied by server while mounting سلاش داتا، شايف؟ ها تمام كده. طيب كلام جميل، لو عايز تشير لنتورك كامله، لو عايز تشير لنتورك كامله كنت ممكن تعمل ايه؟ تعالى هنا كده واقول له تعالى ماونت، اسف تعالى شير الكلام دون ل 192.168.0.0/16. تعالى كده اعمل له ماونت، اتعمل له ماونت المره دي مش 1.0.0.0، مفيش حاجه اسمها 1.0/16، ما ينفعش. خلاص كده. طيب كلام جميل، تعالى نعمل ام ماونت مره ثانيه عندي سلاش اس ار في. طيب الحاجة اللي بعد كده كمان، الحاجة اللي بعد كده دلوقتي، السؤال بقى اللي بيطرح نفسه،
السؤال اللي بيطرح نفسه. انا لما جيت دلوقتي عملت شير الملفات، يعني انا من شويه كده جيت عملت شير، انا جيت عملت شير الملفات هنا ماشي. الملفات هذا السيرفر اهو عمل شير لدايركتوري، وهذا الكلاينت موجود عندي قدر يعمل لها ماونت من غير اي مشاكل. دلوقتي الملفات اللي هتتكتب هنا دي هيبقى مين اللي بيملكها؟ هتبقى بصلاحية مين؟ تعال نشوف كده ونجرب، تعال نشوف كده ونجرب. تعال لي هنا كده، تعال نعمل لها ماونت مرة تانية عند الكلاينت قبل ما نعدل أي حاجة. اوبا الحق، ايه ده؟ في عندي حاجه ضربت. هو انا اعمل لها شير شو ماونت كده داش ايه لنفسي؟ انا اعمل لها ماونت ايه؟ اسف، اعمل لها شير كايه؟ ريد اونلي ولا ريد رايت؟ اعمل لها ريد رايت. الله، مش قادر اكتب هنا ليه؟ ها حد فيكو عنده اي فكرة مش قادر اكتب ليه؟ عشان صاحبتك مين؟ الاس اي لينوكس صح. المرة دي جيت اعمل تاتش برضو في مشكلة. طيب دي اف داش اتش كده ماونت جريب داش اي اس ار في، ها معمول لها ماونت ايه؟ معمول لها ماونت ريد رايت. قال لها ايه يا عم ده؟ لا لا لا، الفاير وول ملوش علاقه خالص، الفاير وول ملوش علاقه. عايز تاكد؟ عايز ناكد لك سيرفيس او سيستم كنترول ستوب فاير وول دي. تعال نحاول نكتب كده برضه بيرميشن دينايد. طب تعالى كده نعمل لها اماونت سلاش اس ار في. انا واقف جواها. وتعالى يا سيدي ام كي داير سلاش داتا، موجوده عندي سلاش داتا. طيب ام كي داير سلاش وورك اهي. وتعال ماونت الفايل سيستم ده مره ثانيه. سلاش وورك جميل، سي دي سلاش وورك كده تاتش تيست. الله ايه يا عم ده؟ ايه ده؟ انا ليه مش قادر اكتب اي حاجة؟ انا ليه مش قادر اكتب اي حاجة؟ تعال هنا كده، تعال هنا كده. انا قلت له ريد رايت صح، انا قلت له اعمل لها اكسبورت ريد رايت صح. طيب بص لي بس كده حاجه صغيره، ال اس داش ال دي سلاش داتا عندي. بص لي الاذر معاهم ايه هنا؟ الاذر معاهم ايه؟ ريد اكسكيوت. طيب تعالى كده سي اتش مود خليه الاذر بلس دبليو لسلاش داتا. وتعالى هنا كده المرة دي، ايه ده؟ ده كتب اهو. معنى كده ان انت لما تحب تخلي الدايركتوري دي رايتابل ها وتشيرها عن طريق ال NFS محتاج تظبط البرميشنز. واضحة الحتة دي؟ طيب كلام جميل مش كده وبس، ده بص عندي في خازوق تاني هقول لك عليه. ال اس داش ال كده راح فين؟ لا ده عند السيرفر. تعال نروح للكلاينت مره تانية. الملف اللي اتكريت دون، بص اتكريت بصلاحيات مين؟ ايه يا عم اللي انا عمل ايه اللي حصل ده؟ ايه ده؟ ايه الهبل ده؟ ايه مين ان اف اس نو بادي ده؟ حد عنده اي اجابه؟
ها حد عنده اي اجابه؟ بص يا سيدي، بص يا سيدي، بكل بساطه، بكل بساطه ال NFS by default، NFS by default في عندنا مشكلتين دلوقتي. لا لا لا، في عندي مشكلتين، او في عندي مشكله. تعال نتكلم على المشكله الاولانيه، سيبك مشكلتين، عندي مشكله واحده دلوقتي. دلوقتي الراجل اللي عمل اكسبورت للملفات هنا كان مين؟ كان الروت صح؟ والراجل اللي عمل ماونت للفايل سيستم على المكنه دي هو مين؟ هو الروت. تفتكر ان الطبيعي ان الروت اللي هنا هو نفس الروت اللي هنا، ولا الاثنين دول ممكن يكونوا شخصين مختلفين، او في الطبيعي اصلا هيكونوا شخصين مختلفين؟ في الطبيعي هيكونوا شخصين مختلفين صح؟ طب تفتكر لما السيرفر يكسبورت دايركتوري هنا، الراجل ده كده عمل اكسبورت الداتا من هنا، لما الكلاينت يجي يتعامل معاه، الراجل ده عمل اكسبورت الداتا، لو انا عملت او ان انا اتعاملت مع الروت التاني اللي على المكنه التانيه ان هو روت برضه، عارف ده معناه ايه؟ ان اي حاجه اكسبورتد من المكنه دي، الراجل اللي موجود على المكنه دي ساعتها هيقدر يعمل ايه؟ هيعمل فيها اللي هو عايزه. محدش هيقول له انت بتعمل ايه؟ تاني؟ تاني تاني، هنا الراجل اللي عمل اكسبورت للداتا كان مين؟ كان روت. في نفس الوقت الراجل اللي عمل ماونت للداتا دي عشان ياكسسها على المكنه بتاع الكلاينت نفسه، هو برضه راجل اسمه روت. ده كان اليوزر اي دي 0 وده كان اليوزر اي دي 0. معنى كده ان الراجل اللي عمل لها ماونت هنا لو انت عملته كانه روت برضه هنا، ايه اللي حصل؟ ها؟ انت اديت له فول اكسس على الداتا دي. انت كده وديت الدنيا في داهيه حرفيا. حرفيا وديت الدنيا في داهيه. لان غالبا هيكون الراجل اللي موجود على المكنه دي واسمه روت مختلف تماما عن الروت اللي موجود هنا. دي مكنه ودي مكنه ثانيه. صح؟ عشان تحل المشكله دي قال لك ال NFS by default هيماب الروت يوزر عند الكلاينت، الروت اللي موجود هنا ده، قال لك انا هعمل له ماب عندي ل NFS يوزر اسمه NFS nobody، وده يوزر ملوش اي صلاحيات تماما. ليه؟ عشان يتجنب ان ممكن بالغلط الروت يوزر اللي هنا هو اللي يعمل ماونت للداتا على الكلاينت ويقدر ياكس داتا دي من غير اي ما حد يتحكم فيه. وصلت؟ طب افرض انا بقى شخص غلس، ها لو انا شخص غلس وعايز اقول له لا عامل لي الروت اللي موجود على كل الكلاينتس كانه روت، هو نفس الروت اللي موجود على السيرفر، عايز اعمل حاجه زي كده اقول لك ماشي تعالى يا عم هنا وهقول له ايه ريد رايت، وهضيف عليها كده اوبشن اسمه نو روت سكواش. نو روت سكواش ده بكل بساطه هيخلي الروت اللي موجود على الكلاينت يتعامل كانه هو نفس الروت اللي موجود على السيرفر، يعني من الاخر هياخد نفس الصلاحيات من غير اي مشاكل. ماشي تعالى لي هنا كده خلاص تعالى كده اقول له cd slash work بص لي كده المره دي ايه اللي حصل لما قلت له نو روت سكواش، ايه اللي حصل؟ ها المره دي عامل الروت اللي موجود عند الكلاينت ماشين كانه هو نفس الروت اللي موجود فين؟ على السيرفر ماشين. يبقى باي ديفولت، باي ديفولت ال NFS هيعمل ايه؟ ها هيماب الروت اللي موجود عند الكلاينتس لـ unprivileged user اسمه NFS nobody.
اليوزر ده مالوش اي صلاحيات، وليه بيعمل كده باي ديفولت مره تانيه؟ عشان يتجنب ايه؟ ها، عشان يتجنب ان بالغلط ممكن الروت يوزر على الكلاينت يعمل ايه، ياكسس ال NFS shared directory دي او shared storage دي ويعمل لها ايه، ها، يتعامل معاها كانه روت ويعدل فيها من غير ما حد يقول له انت بتعمل ايه. ها، حد عنده اي مشكله في الحته دي؟ حد عنده اي مشكله في الحته دي؟ ها حسام، بقيه الناس طيب، ممتاز، ممتاز جدا. طيب فاضل ايه يا سيدي عندي؟ ممكن اعمل كده جيت سي بول، طالما فتحنا سكه سي لينوكس. لا تعالى نينيبل السي لينوكس اصلا. سيت انفورس بواحد خلاص. والسيستم كنترول نتأكد ان كل حاجة تمام. تعال نعمل cd كده و unmount slash work، اتأكد ان هو كريد رايت شغال من غير اي مشاكل. تعال كده show mount dash e 192 168 21 133 اهو ظاهر. الحاجة اللي بعدها mount dash tnfs ها، قدرت اعمل تاتش للملفات. طيب فيم كده التست 2 ها، اتكتب من غير اي مشاكل. ها السي لينوكس مالها دلوقتي؟ enabled وانفورسنج كمان. ها، وضحت الحته دي؟ ماشي، طيب كلام جميل. لو عايز تثبت الكلام ده بقى وتحطه في الـ ATCF stab، ممكن تيجي تعمل كده cat etc m tab السطر الأخير هو. مش محتاجين كل ده، احنا محتاجين ده بس. ممكن أقوله كده vim etc f stab. read write. write to quit cd unmount slash work mount dash a. بيقول لك في بارس ايرور هنا، في مشكلة عندي في سطر رقم 12 اللي هو السطر اللي احنا فيه ده. برضه لسه في مشكلة. ده بالمناسبة غلط، لأن أنا حطيت له البرميشن. لأ، أعمل كده أندو هنا.
انا حاطط له بيرميشن اصلا هنا هي. اشتغل. طيب دي اف داش اتش موجود، تعمل له ماونت. اتعمل له ماونت اهو وشغال من غير اي مشاكل. لسه في حاجه اخيره بس عايز اقول لك عليها، عايزك بس تفكر. هو الفايل سيستم دون، الفايل سيستم ده ال ان اف اس ده، هل هو لوكال فايل سيستم ولا نتورك فايل سيستم؟ هو نتورك فايل سيستم صح؟ طيب دلوقتي انا عايز اسالك سؤال، سؤال تاني غبي شويه. تفتكر لو انا كنت قال للكلاينت هنا روح اعمل ماونت من المكان ده للفايل سيستم اللي نوعه ان اف اس لسلاش ورك عندي، وجي الكلاينت يحاول يعمل ماونت ساعة البوت فلقى السيرفر مش اب، ايه اللي هيحصل؟ ايه اللي هيحصل؟ ده مش هيحصل مشاكل. تعال نجربها ونشوف الخازوق اللي هيحصل معاك. تعال نجربها ونشوف الخازوق اللي هيحصل. خلاص حلو، تعال نعمل كده اماونت. او احنا اصلا مش محتاجين نعمل اماونت، تعال نروح للكلاينت هنا بالصلاه على النبي كده. راح فين اهون؟ اقفش الكلاينت ده. تعالى في نفس اللحظة وقف الـ NFS سيرفر هنا. وقفت الـ NFS سيرفر، ارجع مرة تانية. الكلاينت دلوقتي هيجي يشتغل، هيبوت، هيحاول يعمل ماونت لمين؟ هيحاول يعمل ماونت الـ NFS سيرفر صح؟ او ماونت من الـ NFS سيرفر. هيحاول يعمل ماونت لمين؟ للـ NFS دايركتوري دي. بص لي ايه اللي هيحصل. بص ايه اللي حصل للكلاينت. بدأ يحاول يعمل ماونت لسلاش وورك، شايف؟ لو حد فيكم واخد باله، معلش انا عارف ان الخط صغير شويه، الخط صغير شويتين كمان. بس ايه اللي حصل بكل بساطه؟ الستارت اب فين؟ ليه؟ موجود في الاي تي سي اف ستاب انه يحاول يعمل ماونت من المكان ده، يجي يعمل ماونت مش عارف يعمل ماونت، يا دي النيله السوداء. فهيفضل كده قاعد يعد لحد ما يخلص الدقيقه وال 38 ثانيه اللي هو حطهم لك دول. بعد ما يفيل هيقف ويقول لك استنى يا عم انا مش عارف اعمل ايه. خلاص كلها 18 ثانيه تقريبا.
خلاص عشان تحل المشكله دي، عشان تحل المشكله دي خلاص، انه ساعه البوت يحاول يعمل ماونت من السيرفر. لا 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 لا، مفيش اوتو ماونت لسه، معلش اي حاجه ولا جينا جنب الاوتو ماونت في اي حاجه لسه. عشان تحل المشكله دي ممكن اعمل حاجه صايعه قوي او حاجه اصيع من الكلام ده كله، احسن من الكلام ده كله. هقوله كده فيم اي تي سي اف ستاب، وهاجي هنا كده هقول له ايه، اعمل له ماونت بالديفولتس، وايه كمان كوما اندرسكور نت ديف. ايه اندرسكور نت ديف دي؟ اندرسكور نت ديف ده عباره عن اوبشن ممكن تحطه وانت بتعمل ماونت لاي فايل سيستم، عشان تقول للمكنه دي وهي بتقوم ان الفايل سيستم ده عباره عن نتورك فايل سيستم، او بكل بساطه ده فايل سيستم بيبقى اكسبل عن طريق النتورك. يعني ايه بكل بساطه؟ يعني لو انت جيت تبوت يا عم الحاج وما قدرتش تماونت او ما قدرتش توصل له عن طريق النتورك، سكيب الماونت بوينت دي، مش لازم تكمل. خلاص كده ماشي. تعالى كده المره دي رايت وكوت، وتعالى نعمل ريبوت للمكنة دي ونشوف ايه اللي هيحصل لها. عايز اقول لك ان المشكلة دي كانت مع ريل 6 او ما قبل، كانت المكنة بتفيل اساسا، ما كانتش بتكمل بوت. المكنة ما كانتش بتكمل بوت اساسا. ماشي؟ تعالى يا عم هنا كده بص ايه اللي حصل المرة دي. يلا يا بطيء انجز. اهو جيت اقول له دي اف داش اتش كمل اوتو ماونت، او اسف كمل الماونتنج من غير ما يستنى. طالما مش اكسبل على النتورك نفض وعدي الموضوع دول. طالما اكسسبل هيعمل لك ماونت من غير اي مشاكل، طالما مش اكسسبل هيسكيب الايه الموضوع دون. ماشي، ادي كل الحكايه، ادي كل الحدوته. تعال بعد كده ايه نستارت السيرفيس مره ثانيه. وايه حاول تعمل كده ماونت داش ايه بعدها دي اف داش اتش، هتلاقيه بقى ماونتد وكل حاجه زي الفل اهو. خلاص مره ثانيه، المفروض اي نتورك فايل سيستم موجود عندك وعايز تعمل له ماونت، المفروض تحط الاوبشن ده معاه. يعني بكل بساطه، فاكر يوم الايس كازي؟ ها فاكر يوم الايس كازي؟ لو انت عندك ايس كازي شيرد ديسك وجيت تعمل ماونت الفايل سيستم هو من الايس كازي اصلا، المفروض كنت تعمل له ايه؟ ها المفروض برضو كنت تضيف له اندرسكور نت ديف. فاكر اليوم ده؟ ها وضحت الحته دي؟ يبقى مع الايس كازي لو انت بتعمل ماونت لديسك، الديسك ده شيرد عن طريق الايس كازي، او بتعمل ماونت البارتيشن من ديسك بمعنى ادق، ها المفروض كنت تقول له ايه وانت بتعمل ماونت للبارتيشن ده؟ دايما ضيف له في الاخر اندرسكور نت ديف. ليه؟ لان تخيل كده عندك الايس كازي انيشيتور راح يكلم الايس كازي تارجت، ما عرفش يكلمه، ما لقاهوش موجود، في مشكله في النتورك، في مشكله في السيرفر نفسه، الماونت بوينت مش شغاله بشكل ما، الله اعلم ايه المشكله، كان ايه اللي هيحصل؟ هتلبس في الجدار، ده رقم واحد. يبقى سواء مع الايس كازي، سواء مع ال ان اف اس، سواء مع السامبا، مع اي نتورك فايل سيستم شيرد عن طريق النتورك، المفروض تضيف الاوبشن ده. بس. خليها قاعده عندك. مش محتاجه بقى اي تفكير ولا اي اختراع، يعني لو جابوا لك بكره وقال لك تعالى يا عم نشتغل جلاستر ستورج، حط الاوبشن ده. جيت تشتغل مش عارف مثلا سيف ستورج، حط الاوبشن ده وريح دماغك. طالما هو شيرد عن طريق النتورك اعمل ايه؟ ها ارزع له الاوبشن ده وريح راسك. ماشي؟ طيب
الحمد لله احنا كده يعتبر خلصنا ال NFS. حد عنده اي مشكله في ال NFS؟ ها، حد عنده اي مشكله في ال NFS؟ طيب تمام. ما احنا كده الحمد لله خلصنا 4 سيرفيسز. عايزين نبدأ نتكلم في حاجة من الحاجات التقيلة. بكرة إن شاء الله ممكن نبدأ في الأباتشي، ممكن نبدأ في الأباتشي اللي هو يكون أكبر موضوع عندنا في الكورس كله تقريبا. خلاص، هنحاول نتكلم بكرة إن شاء الله في الأباتشي. ولو في وقت هنبدأ ناخد مقدمة كده للأوبن اس اس ال. ماشي، سي لينوكس مع موضوع السكيورتي، سي لينوكس مع السكيورتي. طبعا ده لا يمنع ان احنا ماشيين في السكه ممكن نحتاج امر معين من الاس اي لينكس هناخده في السكه. يعني مثلا طول ما انت شغال هتلاقي مثلا محتاج تادجاست الفاير وول رولز، فاحنا بنعمل اوامر زي الفاير وول دي مثلا. راح فين؟ بنبص على امر واحد بس ما بنتكلمش على الموضوع كله. اهون اوامر هبله زي دي كده بسرعه على السريع بناخدها في سكتنا واحنا ماشيين. ماشي، بس ده لا يمنع ان احنا كده كده نرجع للموضوع كله بقى من اول وجديد نفصصه. هناخد السامبا طبعا، بس خلينا نفصل بين بين الفايل سيستمز وبعضها، او الشيرد فايل سيستمز او نتورك فايل سيستمز وبعضها، وتعالى ناخد حاجه كده في النص. هنتكلم على الاباتشي ان شاء الله. هنتكلم على الاباتشي الستاندرد سيت اب، وبعد كده نتكلم على الفيرتشوال هوستنج، وبعد الفيرتشوال هوستنج ناخد مقدمه للاوبن اس اس ال. ماشي، او البي كي اي، بلاش الاوبن اس اس ال، خلينا نتكلم على البي كي اي الاول، وبعد كده نعمل ايه؟ نتكلم على ازاي نمبلمنت الاس اس ال مع الاباتشي. ماشي، اشوفكم بكره ان شاء الله، وتصبحوا على خير. السلام عليكم.